أهلا بيكم معانا في أول محاضرة من كورس بتاع الأناتومي الأبر ليمب. إن شاء الله هنشرح الأبر ليمب على 10 محاضرات. الأبر ليمب لو ما تذكرش أول بأول هتضطر إنك تنسى، وبالذات بما إنك هتاخد بعديه بعد كده اللور ليمب فإنك هتتلخبط من العضلات، فلازم إنك تذاكر أول بأول محاضرة بمحاضرة، وإلا على كل محاضرة ما لا يقل عن 50 سؤال، وده اللي أنا هوفره لك إن شاء الله في الكورس بتاعنا. نبتدي بـ introduction للكورس. هناخد جزء من الكتاب. اولا بنبتدي بالبونز اوف ذا ابر لمب. الابر لمب بيتقسم لثلاث او اربع مناطق. المنطقه الاولى منطقه الكتف شولدر جريدل، المنطقه الثانيه منطقه الارم اللي هي ديت، وبعد كده المنطقه اللي بعديها اللي هي منطقه الفور ارم، وديت بتتكون من عظمتين، بعد كده منطقة الريست واللي بتتكون من الكاربال بون، وبعدين منطقة الهاند واللي بتشمل الميتا كاربالز، وبعد كده الفالانجيس اللي بتكون الصوابع. طيب يبقى كده لو ما اجي اتكلم على البونز بتاعت الابر ليمب، اول حاجة هنتكلم او اول منطقة هنتكلم عنها هي الشولدر جريدل. الشولدر جريدل البونز اللي بتكونه هي ايه؟ اولا العظمة الموجودة انتيرير وهي الكلافيكل اللي احنا شايفينها بالشكل ده، والعظمة التانية الموجودة بوستيرير اللي هي السكابيلا. بعد كده العظمة اللي بتكون، او نخش بعد كده على المنطقة التانية وهي منطقة الارم. العظمة اللي بتكون منطقة الارم هي الهيومرس. بعد كده العظمة اللي بتكون منطقة الفور ارم زي ما احنا شايفينهم عظمتين، عظمة موجودة ميديالي وديت اللي اسمها الالنا، وعظمة تانية موجودة لاترالي وديت اللي اسمها الريديوس. بعد كده العظم اللي بيكون الريست، وديت كل العظم الموجود فيه اسمه كاربال بونز. بعد كده العظم اللي بيكون الهاند بيبتدي بالميتا كاربال بون، وبعد كده العظم اللي بيكون الفينجرز اللي هو الفالانجيز. في ملاحظات على البونز بتاعت الابر ليمب، واعتقد هي ديت الملاحظات اللي ممكن تيجي اسئله. الصفحه ديت طبعا مش مهمه للدرجه دي لان ما بيجيش فيها اسئله. اولا ان عظمة الكلافيكل موجودة انتيرير في حين ان الاسكابيلا موجودة بوستيرير. الالنا موجودة ميديالي في حين ان الريديوس موجودة لاترالي. الصمب بيتكون كل واحد منهم بثلاثة فالانجيز ما عدا الفينجرز بيتكون كل واحد منهم من ثلاثة فالانجيز ما عدا الصمب بيتكون من 2 فالانجيز بس. ديت الملاحظات الخاصة ب البونز اوف ابر ليمب. هنتكلم عن البون بتاعت المحاضرة بتاعت النهاردة الا وهي الكلافيكل. الكلافيكل عندنا بتتكون من زيها زي اي عظمة من الشورت بونز اللي كان تركيبها هو تركيب اللونج بونز برضو، كان بتتكون من 2 اندس وشافت. هنبتدي ان احنا نتكلم على الاند الموجودة ناحية الميديال سايد. لما اجي ابص عليها كده من ناحية الميديال سايد وارسمها بحس انها راوندد، وده الاختلاف الاساسي بين الميديال اند واللاترال اند، لان لما اجي ابص على اللاترال اند بلاقي ان هي فلات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب نرجع كلامنا للميديال اند تاني. لما اجي ابص على الميديال اند غير انها بتكون راوندد، فهي كمان بتعمل articulation مع المانوبرم بتاع الاسترنوم زي ما هنبص على الصورة بتاعتنا الاساسية. ادي الاسترنوم اهيت، دي الاسترنوم. الجزء اللي بيتحدد ده اللي انا حددته ده كله اسمه مانوبرم اوف ذا سترنوم. المانوبرم اوف ذا سترنوم بيعمل articulation مع الميديال اند بتاعت الكلافيكل. كده خلصنا كل الكلام بتاعنا على الميديال اند، غير انها بتكون راوندد بتكون ميديالي وليها اسم تاني اسمه سترنال اند لانها بتعمل articulation مع الاسترنوم. طيب تعال نخلص كلامنا على اللاترال اند. اللاترال اند بتاعت الاسكابيلا
ليها اسم تاني، ليها اسم تاني الاكروميال اند. اولا انها فلات، ليها اسم تاني اكروميال اند، لان زي ما هنبص دلوقتي او زي ما هنعرف حالا ان هي بتعمل articulation مع بروسس او حتة طالعة من السكابيلا قدام. الحتة اللي طالعة من السكابيلا قدام ديت اللي هي الجزء ده اهو اللي حددته ده، هو ده الاكروميوم بروسس. فعشان كده ال lateral end بتاعت لي كلافيكل ليها اسم تاني اكروميال اند، لانها بتعمل articulation مع الاكروميال اكروميون بروسس بتاع السكابيلا. كده خلصنا الكلام بتاعنا عن الاند، سواء كانت ميديال اند او لاترال اند. طيب تعالى نتكلم في الحاجات اللي هي المهمه اكتر، وهي الشافت. الشافت زي ما احنا باصين عليها كده او بالشكل اللي احنا باصين عليه، بتتكون من جزئين. لو انا باصص من فوق مثلا على ان الشافت تيبيكالي بتتكون من جزئين، جزء كونفكس انتيرير يعني محدب بالشكل اللي احنا شايفينه ده انتيرير، وجزء تاني اللي هو اللي ورا ده كونكيف انتيريورلي. طيب الجزء اللي هو كونفكس انتيريورلي ده وناحية الميديال سميته ميديال تو ثيرد اوف ذا سكابيلا، في حين ان الجزء اللاترال سميته اللاترال ثيرد اوف ذا شافت اوف ذا سكابيلا. طيب تعال نبص على كل واحد من دولت ونبتدي ان احنا نتكلم عليه بالظبط. الميديال ثيرد زي ما احنا شايفينه، الميديال تو ثيردز اللي انا حددتهم دلوقتي كونفكس انتيرير، في نفس الوقت انهم بيكونوا كونكيف بوستيرير، يعني بيكونوا محدبين من الجزء الامامي ومقعرين من الجزء الخلفي. محدب يعني عامل زي عدسة العين من بره، ومقعر يعني عامل تجويف. هي بتكون سلندريكال ان شيب، يعني بتكون زي بالظبط كده. لو انت بصيت عليها من جميع الاتجاهات بتلاحظ انها اسطوانية الشكل. الميديال ثيرد لما بصينا عليها، الميديال تو ثيرد لما بصينا عليها لاحظنا انها بتكون مدورة، وطالما انها مدورة يبقى هيكون عندها كل الاوجه اللي عندها سيرفيس، عندها انتيرير سيرفيس، عندها بوستيرير سيرفيس، وعندها سوبيرير سيرفيس، وعندها انفيرير سيرفيس. الانفيرير سيرفيس هو اللي يهمني من الكلافيكل، لان الانفيرير سيرفيس لما بنبص عليه بنلاقي جروف موجود عليه، لان الانفيرير سيرفيس بيكون رف، فبيكون عنده جروف، والجروف بعده بيكون في حته بارزه اللي هي بالشكل ده، وبعد الحته البارزه ديت بيبتدي يظهر خط بارز شويه. الجروف اللي عندي ده هو ده اسمه السب كليفيان جروف، لان السب كليفيان جروف اللي عندك في الانفيرير سيرفيس بتاع الميديال تو ثيرد هو ده اللي بيدي انسيرشن لعضله مهمه في الابر ليمب اللي هي السب كليفيوس ماسل، العضله اللي تحت الكلافيكل سب كليفيوس ماسل. في حين ان الجزء البارز ده يبقى ده قلنا عليه اسمه سب كليفيان جروف. في حين ان الجزء البارز ده اسمه كونويد تيوبيركل. ديت عباره عن جزء بارز، وكلمه تيوبيركل هتعلم معاك كتير، لان تيوبيركل معناها جزء بارز، وبعديها الرف اريا ديت او الرف لاين ده اسمه ترابيزويد لاين. وترابيزويد معناها ان هو ريليتد للباك، ريليتد للظهر يعني، وده ترابيزويد لاين. يبقى تاني المعلومات على الانفيرير سيرفيس بتاع الكلافيكل بالنسبه للميديال تو ثيرد. اولا عندي جروف، وبعد الجروف عندي تيوبركل، وبعد التيوبركل عندي لاين جي جروف تي تيوبركل ال جي تي ال. السب كليفيان جروف بيدي انسيرشن لعضله السب كليفيس، الكونويد تيوبركل، وبعد الكونويد تيوبركل عندي ترابيزويد لاين.
كده خلصنا الحاجات او المعلومات الخاصه بالميديال تو سيرد على الانفيرير سيرفيس. طيب تعال نبص على السوبيرير سيرفيس. السوبيرير سيرفيس على العكس من الانفيرير سيرفيس ان هو فيري سموث، يبقى السوبيرير فيري سموث في حين ان الانفيرير كان رف. وفي ثلاث حاجات جي وتي وان. خلصنا الكلام بتاعنا على الميديال تو سيرد. طيب تعال نتكلم على اللاترال سيرد. اللاترال سيرد عكس الميديال تو سيرد فانه بيكون بالشكل اللي احنا شفناه ده انتيرير. يعني انتيرير انا كنت عرفت ان الميديال تو سيرد بتكون كونفكس، في حين ان هنا عليها كونكيف انتيرير وكونفكس بوستيرير. السوبيرير سيرفيس دايما وابدا في الكلافيكل بيكون سموز، في حين ان لما اجي اتكلم على الانفيرير سيرفيس لازم اخد بالي. فاكرين ال التي والال اللي كان قلت عليهم موجودين على الانفيرير سيرفيس؟ هما دولت اللي بيكونوا موجودين على اللاترال سيرد بتاع الكلافيكل من تحت. ال سي الكونويد تيوبركل، كونويد تيوبركل واللاين اللي هو الترابيزويد لاين. ده بالنسبة للشافت بتاعت الكلافكل. طيب بعد كده في شوية حاجات لازم اعرفها عن الكلافكل. اولا انا عندي اتنين كلافكل صح؟ طيب انا اعرف منين اذا كانت الكلافكل اللي جايبها لي ديت رايت ولا ليفت؟ قال المواصل انت مطالب في اي عظمة عشان تحدد انها رايت او ليفت بتلات حاجات: تعرف الميديال سيرفيس بتاعها من اللاترال سيرفيس، تعرف الانتيرير من البوستيرير، وتعرف السوبيرير من الانفيرير. هنطبق الكلام ده على الكلافيكل. اولا انا لازم اعرف الميديال بورت بتاع الكلافيكل. انا عارف ان الميديال اند بتاعت الكلافيكل بتكون راوندد، فانا اول ما امسك الكلافيكل ابص على الاثنين اندز بتوعها، اشوف انهي اند منهم هي المدوره، والاند المدوره ديت هي اللي هتكون ميديال. بعد كده ابص على السيرفيسز بتاعها السوبيرير والانفيرير، ابص عليها من فوق وابص عليها من تحت واحسس بايدي السيرفيس او البورت اللي على ايه منها سموز، يعني على ايه ناعم معايا، يبقى هو ده السوبيرير سيرفيس. طب ما برضو كده لسه لحد دلوقتي ناقص لي نقطه واحده واحدد الكلافكل ديت رايت ولا ليفت. النقطه الواحده اللي هتحدد الكلافكل ديت رايت ولا ليفت هي الفيصل بتاعي، الا وهي ان الكلافيكل انا عارف ان الميديال تو سيرد يعني الجزء الكبير من الكلافيكل ناحيه الميديال اند اللي انا قدرت احددها لازم يكون كونفكس انتيريرلي. كده انا حددت الاسكابولا، سواء كان قصدي الكلافيكل كانت رايت ولا ليفت. تعال نبص كده على او نطبق كلامنا ده على البونز اللي عندي. اهي مثلا ادي كلافيكل، كلافيكل ديت رايت ولا ليفت؟ ادي الميديال اند، الميديال اند اهي موجوده ميديالي تمام. وادي السوبيرير سيرفيس لما امسكه بايدي احس ان هو سموث. وادي الجزء الميديال تو سيرد كونفكس انتيرير، يبقى العظمه ديت كانت ليفت كلافيكل. طيب تعال بص على الرايت كلافيكل، الميديال اند اهيت، الانتيرير تو سيرد انتيرير، والسوبيرير سيرفيس لما حسيت عليه لقيته سموز، يبقى العظمه ديت كانت رايت كلافيكل. النقطه الثانيه اللي لازم اعرفها على الكلافيكل هي الاتاتشمنت بتاع المصل، او المصل اللي بتعمل اتاتشمنت للكلافيكل، او اللي بيحصل لها اوريجين، او اللي بتدي اوريجين وانسرشن من الكلافيكل. طيب لازم نحدد بس المعلومات بتاعتي في الاول خالص. ده الخط الفيصلي بين السوبيرير سيرفيس والانفيرير سيرفيس. الخط الفيصلي ده اللي هو الانتيرير سيرفيس بتاع الكلافيكل. الانتيرير سيرفيس في الميديال تو سيرد في عضله كبيره بتبتدي انها تمسك فيه، اللي هي اسمها بيكتوراليس ميجر، العضله اللي بتعمل اتاتشمنت او اللي بتشكل منطقه الصدر اللي هي البيكتوراليس ميجر. في عضله تانية بتمسك من عند الجزء الميديال من anterior to third، العضلة ديت اللي احنا
هنعرفها بعدين او هنعرفها ان شاء الله في سنة تانية، اسمها ستيرنو ماستويد مصر. ستيرنو ماستويد مصر، ستيرنو ماستويد، لان احنا عارفين ان الميديال سيرفيس عامل ارتكيليشن مع الاسترنم، الاسترنال او الاسترنم، واسمها اصلا ستيرنال اند. في عضله كمان بتمسك عند الاسترنوم اسمها ستيرنو ماستويد، فهي بما انها بتمسك عند الاسترنوم هتمسك برضو في اللي عامل ارتكيليشن مع الاسترنوم اللي هو الميديال، الميديال اند بتاعت الكلافكل. طيب تعال نبص على البوستيرير سيرفيس بتاع الكلافكل. البوستيرير سيرفيس من ورا بيدي هو اخر اوريجين لعضله كبيره جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، والعضله ديت هي اللي بتعمل منطقه الظهر، العضله ديت اللي هي اللي اسمها الترابيزيوس ماسل. هنشوف الكلام ده حالا دلوقتي، بس خلينا نتكلم بس عامه دلوقتي. في كمان على الانفيرير سيرفيس لو فاكرين كنا احنا قلنا ان في جروف، صح؟ الجروف اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده، قلنا ان هو بيدي انسيرشن لعضله السب كليفيس ماسل، بالاضافه للكونويد تيوبيركل وترابيزويد لاين بيدوا اوريجين لليجامنت مهم، يعني بيثبت الشولدر جوينت اسمه كوراكو كلافيكولر ليجامنت. كوراكو لانه ماسك في حاجه اسمها كوراكويد بروسس، هنعرفها في المحاضره الجايه بتاعت السكابولا، وكلافيكولر لانه ماسك في الكلافيكل. فالكونويد تيوبركل هي وال كونويد تيوبركل هي والترابيزويد لاين الاثنين بيدوا اوريجين لي ليجامنت مهم اسمه كوراكو كلافيكولر ليجامنت. بعد كده مهم اللي انا اعرف الارتكيليشن بتاعه الكلافيكل، وديت احنا قلناها مره لما اتكلمنا على الاندس. الميديال اند بتعمل ارتكيليشن مع الاسترنم في جوينت اسمه سترنو كلافيكولر جوينت، واللاترال اند بتعمل ارتكيليشن مع جزء من السكابيلا اسمه اكروميون، عشان يعمل الاكروميو كلافيكولر جوينت، اكروميو كلافيكولر جوينت. بعد كده عندي معلومتين اتبقوا على الكلافيكل لازم تعرفهم. اولا الكلافيكل ديت من الشورت بون، ومعنى انها شورت بون انها بيحصل لها ميمبرينس اوسيفيكيشن، يعني بيحصل لها ديفلوبمنت في ميمبرين. لو انتوا فاكرين في الهيستولوجي بتاعت سنه اولى كنت خدتوا الفرق بين الميمبرينس اوسيفيكيشن والانترا كارتيليجينس اوسيفيكيشن. طيب معلومات تانية، بيبتدي الاوسيفيكيشن بتاع الكلافيكل في الشهر الخامس من والبيبي موجود داخل الرحم بتاع مامته، الفيفز انترا يوتراين مانس. في البداية بيكون عبارة عن اتنين برايمري سنتر موجودين في نص البون، الاتنين برايمري سنتر بيبتدوا ان هما يعملوا ديبوزيشن لبون حواليهم، بيبتدوا يرسبوا بون حواليهم بون حواليهم. بعد كده في بيبتدي يظهر سكندري سنتر، بيكون واحد عند كل جنب من جوانب السكابيلا عند الخمستاشر سنة. وعشان كده الكلافيكل تعتبر اول عظمة يحصل لها اوسيفيكيشن، لان طبيعي ان العظم مثلا في الميل بيكون من 18 ل 21 سنة بيحصل له اوسفيكيشن، لا ديت بتحصل عند 15 سنة بيحصل لها كومبليت اوسفيكيشن، فعشان كده هي اول عظمة يحصل لها اوسفيكيشن. تاني حاجة لازم نعرفها على الكلافيكل، ان الكلافيكل لما تيجي تنكسر هتنكسر منين؟ انهي حتة الموست لايبل للفراكشر؟ الحتة الاضعف في اي عظمة هي الجزء اللي لايبل للفراكشر. انهي يعني بالظبط؟ عندنا في الكلافيكل منطقة الوصلة بين الميديال تو سيرت واللاترال سيرت، هي ديت المنطقة الضعيفة في الكلافيكل واللي بيحصل عندها الكسر دايما. لما انت بتقع على ايدك وهي مفرودة، يعني وانت مدد ايدك عادي وقعت عليها مرة واحدة، هيبتدي الجزء ده هيتكسر، ونتيجة للكسر اللي بيحصل في الجزء ده بيكون عندي كلينيكال مانيفستيشن واضحه جدا. لو بصيت على كتف العيان على ان الميديال تو سيرد من الكلافيكل بتكون طالعه لفوق، في حين ان اللاترال سيرد نازله لتحت، يعني ديبريست.
فالميديال تو ثيرد بتكون طالعه لفوق ليه؟ فاكرين العضله اللي قلنا عليها الاسترنوماستويد اللي كانت ماسكه عند الميديال اند بتاعه الانتيرير بوردر بتاع الميديال تو ثيرد؟ العضله اللي كانت ماسكه في الجزء ده بتشد العظمه لفوق، فعشان كده بتلاقي ان الميديال تو ثيرد بتاع الكلافيكل بعد وهي مكسوره بتكون ليفتد اب، في حين ان العضله او نتيجه للوزن بتاع الارم، الوزن بتاع الارم يعني الابر ليمب كامل وزنه بيكون ساحب الجزء اللاترال سيرد ده لتحت، فبيكون ديبريست، في حين ان ده بيكون طالع لفوق. في نفس الوقت ان ده بيكون فيه ديبريست، كانت البكتراليس ميجر ماسل اللي هي كانت ماسكه في الانتيرير سيرفيس كامل كانت بتسحب اللاترال سيرد ميديالي. فاللاترال سيرد في الشخص اللي هو عنده كسر في الكلافيكل لما تيجي تبص عليه هتلاقي ان الميديال تو سيرد مرفوعه لفوق، اللاترال سيرد نازله لتحت ودايركتد ميديالي، يعني ادكتد. كده احنا خلصنا المحاضره الاولى بتاعت الكلافيكل، اتمنى يكون الشرح عجبكم. بس قبل ما نروح لل او نخلص المحاضره بتاعتنا لازم ان احنا نشوف الماسل اللي احنا قلنا عليها. ادي الكلافيكل وادي الماسلز اللي ماسكه فيها. شايفين العضله ديت؟ العضله دي اللي ماسكه عند الميديال اند من الكلافيكل وماسكه في الاسترنوم اللي اسمها ستيرنوكليدوماستويد او ستيرنوماستويد، في حين ان العضله اللي ماسكه في الانتيرير سيرفيس بتاع الكلافيكل الكبيرة خالص اللي بتكون منطقة الصدر اللي هي البكتوراليس ميجر ماسل، وعضلة تانية ماسكة لاترال ليها وديت انا مقلتهاش اظن في الشرح، كان الكلافيكولر هيد بتاعت الدلتويد ماسل. الدلتويد ماسل اللي هي عضلة الكتف. يبقى كده لما اجي اتكلم على الماسل اللي ماسكة في الانتيرير سيرفيس بتاع الكلافيكل اتكلم على عضلتين مينلي، العضلة اللي بتكون منطقة الصدر اللي هي البكتوراليس ميجر، والعضلة اللي بتكون منطقة الكتف اللي هي الدلتويد. والعضله الثانيه اللي احنا قلنا بتمسك في البوستيرير سيرفيس او البوستيرير سيرفيس بتاع الكلافيكل من ورا واللي بتعمل الباك اللي هي الترابيزيوس ماسل. وما ننساش ان قلنا ان في عضله صغيره ماسكه في الانفيرير سيرفيس بتاع الكلافيكل من تحت اهي اللي هي اتحددت دلوقتي حالا اللي هي السبكليفيوس ماسل ماسكه في السبكليفيان جروف. كده احنا خلصنا محاضره النهارده، اتمنى تكونوا فهمتوا الشرح. المحاضرات الجايه باذن الله هنتكلم بقى على ايه، في باوربوينت يعني للصور، فاحنا هنشرح زي ما هنشرح دايما، هنشرح الاول على فيديو وبعدين ان احنا نشرح في الباوربوينت او من الكتاب عشان ما نفوتش اي كلمه موجوده في الكتاب، وهنأكد على النوتس اللي بتيجي في امتحانات دايما، وكل حصة بيكون في تقريبا 50 سؤال MCQ على المحاضرة. اتمنى تكونوا استفدتم.